مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا. أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأحيي حضراتكم من قصر الرئاسة، قصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل الرئيس الأوزبكي شوكة كوزارفايف في هذه الزيارة التي يقوم بها إلى مصر. هذه الزيارة التي بدأت بالأمس، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوزبكي شوكة كوزارفايف في هذه الزيارة المهمة التي تحمل الكثير من المصالح المشتركة والملفات المتعددة بين البلدين في صالح التعاون بين مصر وعديد من الدول في مناطق مختلفة من العالم. مصر وأوزبكستان تربطهما علاقات وثيقة تمتد وتضرب في التاريخ بأعمق الجذور، فتمتد إلى طريق الحرير وطريق التجارة الذي يمتد لآلاف السنوات، وتم تعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة خاصة في السنوات الأخيرة. جمهورية أوزباكستان هي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وقد اعترفت بها مصر حين انفصالها واستقلالها عام 1991، وتولي مصر لهذه المنطقة من العالم وما يربطها بعديد من الدول فيها بعلاقات أخوة وعلاقات تعاون وثيقة، والتاريخ خير دليل وخير شاهد على ذلك، وكثير من علاقات التعاون هنا تظهر في مصر من خلال مشاركة الحضارة والتاريخ. فمن لا يعلم حديقة الأوزبكية، أو بالأصح حين سميت حديقة الأوزبكية نسبة إلى أوزبكستان وكذلك منطقة الأوزبكية أو الأوزبكية بالنطق الصحيح، التقى الرئيس الأوزبكي بالأمس بعد وصوله عددا من رجال الأعمال المصريين لتفعيل الكثير من البروتوكولات وعلاقات التعاون التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018، وتم توقيع حينها وبعدها في السنوات التالية لها العديد من اتفاقيات التعاون وبروتوكولات التعاون، وقد تم الاتفاق على تفعيل ما تبلغ قيمته نحو 1.6 مليار دولار بين البلدين في استثمارات مشتركة واستثمارات مباشرة بين البلدين في قطاعات عديدة، منها قطاع النقل والاتصالات، وكذلك الصناعات الدوائية، وكذلك صناعات النسيج، والعديد من الصناعات الأخرى، منها ما هي تعد صناعات كبيرة وكذلك صناعات متوسطة. هذه الصناعات هي استثمارات مشتركة بين البلدين، وتستفيد أوزبكستان من الخبرة المصرية في قطاعات عديدة وتنفيذ عدد من الشركات المصرية لمشروعات متعددة في أوزبكستان، كما أن أوزبكستان تشارك كذلك مصر في علاقات تجارية ربما تزداد. يعني الرئيس الأوزبكي لفت إلى أن هذه العلاقات التجارية قد تم مضاعفتها خلال السنوات الأخيرة 6 أضعاف ما كانت عليه منذ نحو 4 أو 5 سنوات، وهو باضطراد يعني الحقيقة أمر جيد، لكن تتطلع البلدان الحقيقة ويتطلع البلدان لزيادة هذه العلاقات التجارية والتعاون فيما بين البلدين في المجالات المختلفة لما يبلغ أضعاف ما هي عليه الآن. فالعلاقات بين البلدين، ولا أقصد فقط العلاقات التاريخية لكن أقصد كذلك العلاقات السياسية وتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية وكذلك القضايا الدولية، هناك تفاهم كبير بين البلدين في سياستهما وكذلك في التنسيق بين البلدين في لجان مشتركة، وكذلك على مستوى الدبلوماسية المشتركة ما بين البلدين. أعتقد أن هناك الكثير الذي ينتظر كذلك كترجمة لما بين البلدين وتتويج لهذه العلاقات الوثيقة وترجمتها إلى العديد من المصالح الاقتصادية والمصالح المشتركة بين البلدين، ومنها بطبيعة الحال قطاع
السياحة، حيث تستقبل مصر كذلك عدد من السياح من أوزبكستان، وكذلك هناك بعثات دراسية. كما تعلمون جمهورية أوزبكستان هي جمهورية إسلامية، وبين وزارة الشؤون الإسلامية في أوزبكستان وبين مصر وتحديدا الأزهر الشريف، كما يعني ينطبق ذلك على الكثير من الدول في الشرق الأقصى وشرق الأدنى وكثير من الدول في العالم، على علاقات التعاون ينطبق ويمتد وينسحب ذلك على علاقات التعاون المشتركة في المجال الديني وفي مجالات مختلفة، يوحد كثير من التاريخ. وهناك الحقيقة أسماء كثيرة أوزبكية عاشت هنا في المنطقة العربية وكذلك في مصر، ما بين بخارى ونيسابوري وغيرهم من يعني كبار الأسماء التي ربما نسمعه ولا نعلم أنها من هذه المنطقة من العالم، لكنها تمتد إلى هذه المنطقة، وهناك الكثير من التاريخ المشترك، كثير مما أفادت به مصر وأفاد به الإسلام وأفادت به المنطقة العربية هذه المنطقة من العالم. حديث عن التاريخ وحديث عن الحضارة، وكذلك هو حديث عن التجارة وعن الاقتصاد. زيارة الرئيس الأوزبكي التي يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوزبكي هنا بعد قليل في مراسم رسمية، حيث استوفى حرس شرف ليستعرضه الرئيسان معا بعد قليل. الحديث هنا عن علاقات ممتدة لآلاف السنوات كما ذكرت لحضراتكم، كما أنها علاقات تم تعزيزها على المستوى السياسي وكذلك على المستوى الاقتصادي والأصعدة المختلفة في السنوات القلائل الماضية. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصت القيادة السياسية المصرية على مد جسور التعاون والثقة والاهتمام بين مصر وبين دول الشرق، كما هو الحال أيضا مع دول الغرب، فمصر تقيم علاقات متوازنة بشكل كبير مع مختلف دول العالم ومناطق مختلفة في العالم. وتأتي هذه الزيارة تتويجا لهذه العلاقات المتميزة وللجهود الدبلوماسية التي تبذلها وبذلتها مصر على مدى السنوات الماضية. تحديدا تم تكثيف هذه الجهود وهذه العلاقات المتنامية يوما بعد يوم وعاما بعد يوم، وتأتي الزيارات المتبادلة بين البلدين سواء على مستوى القيادتين على مستوى القمة في العلاقات السياسية والعلاقات الدبلوماسية، أو كذلك من خلال اللجان المشتركة وكذلك من خلال الهيئة الدبلوماسية لكلتا البلدين ممثلة في وزارتي الخارجية المصرية والأوزبكية. وسيشهد الرئيس الأوزبكي في هذه الزيارة التوقيع أيضا على عدد من الاتفاقيات وثمار التعاون وثمار التاريخ الممتد بين البلدين، وكذلك ثمار هذه الجهود المشتركة خاصة كما ذكرت لحضراتكم في السنوات الأخيرة. الحقيقة جمهورية أوزبكستان أيضا هي من المناطق الجميلة على المستوى السياحي، وهناك كذلك سياح يقدمون من مصر إلى جمهورية أوزبكستان بشكل مضطرد. العلاقات تتنامى في القطاعات المختلفة، إذا تحدثنا عن القطاعات الرسمية وكذلك عن القطاعات الشعبية، فأيضا تربط الشعب المصري والشعب الأوزبكي علاقات طيبة كما ذكرت لحضراتكم. هناك العديد من الشخصيات التي عاشت هنا في المنطقة وعاشت هنا في مصر وسمي باسمها، وكان هناك مشروعات أوزبكية هنا في مصر، وكذلك إسهامات ثقافية وإسهامات حضارية وإسهامات على المستويات المختلفة. هذه اللحظات ننتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دقائق من الآن الرئيس الأوزبكي شوكة كازارفييف بعد قليل خلال دقائق، ولتبدأ المباحثات بين البلدين سواء على المستوى الثنائي لمناقشة ومتابعة ملفات العلاقات الثنائية وكذلك العلاقات التجارية، كما أن هناك جلسة لمباحثات موسعة. فالرئيس الأوزبكي قد حضر إلى هنا ومعه يعني وفد يضم يعني عددا كبيرا من يعني الدبلوماسيين ومن المتخصصين في مجالات مختلفة، منها المجالات بطبيعة الحال طبيعة المجال السياسي والمجال الاقتصادي، كما أن هناك
خبراء في جوانب مختلفة. فكما ذكرت لحضراتكم، بدأت زيارة رئيس الأوزبكي بالأمس الرئيس شوكت ميرزيويف في هذه الزيارة الرسمية بالأمس، حيث استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية. كذلك حضر الرئيس الأوزبكي جلسة للأعمال حضرتها الوزيرة رانيا المشاط، وكذلك عدد من أعضاء الغرفة التجارية المصرية والغرفة التجارية المشتركة، وكذلك عدد من رجال الأعمال وعدد من رجال الأعمال في قطاعات مختلفة الحقيقة، لتزكية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وما يمكن أن يبنى عليه في مجال الأعمال ومجال تصميم الأعمال المختلفة والاستثمارات بين الدولتين. الحقيقة أننا أيضا نتحدث عن دور فاعل في مجال الأعمال يربط البلدين، وذلك مبني طبعا على أسس تاريخية كما ذكرت لحضراتكم. فطريق الحرير هو كان أول يعني ما يمكن أن يبنى عليه في الشراكة، وبالفعل نشأت هذه العلاقات، والاقتصاد بطبيعة الحال يزكي العلاقات بين الدول وبين الشعوب المختلفة، وكذلك يزكي هذه العلاقات على المستويات السياسية والمستويات المختلفة. تم تفعيل أكثر من 20 اتفاقية تم الاتفاق عليها بما يبلغ الرصيد الفعلي لهذه الاستثمارات 1.6 مليار دولار كما ذكرت لحضراتكم، في مجالات صناعية على رأسها قطاع الصناعة، وكذلك الكيماويات أو صناعة الكيماويات وصناعة المنسوجات، وكذلك الصناعات الزراعية وبعض الواردات الزراعية كما تعلمون. فيعني هناك الحقيقة ما يمكن أن يكون من محاصيل استراتيجية يتم تصديرها من هذه المنطقة في العالم. كذلك تم تبادل وجهات النظر حول عديد من القضايا المختلفة، ونحن هنا في انتظار هذه الدقائق ولحظات، ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. Ha ha ha!